At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. 11 سنة مرت على اجتياح الجيش الأمريكي العراق لإسقاط نظام صدام حسين وبدل نقل العراق إلى الديمقراطية كما كان ينادي الرئيس الجمهوري جورج بوش وسقورها آنذاك، يقف العراق على شفير التقسيم مع هجوم داعش الكبير والانتقامي. لكن التقدم الكبير للتطرف السني تعود أسبابه إلى الاجتياح الأمريكي، بحيث تبين أن الحملة الأمريكية لم تكن تتمتع ببعد نظر، فباتت الفوضى في العراق أشبه بقرار اتهامي ضد جورج بوش الذي دخل العراق في الأساس تحت تهمة وجود رابط بين صدام وتنظيم القاعدة، تبين الآن أنها غير صحيحة. هذا الاجتياح الأمريكي أوجد ظروفا مثالية لترسيخ القاعدة، أولا من خلال حل المؤسسات العسكرية العراقية وعدم بنائها من جديد، وثانيا من خلال التغاضي عن الدور الإيراني الواسع في العراق، ما أشعر الأقلية السنية بالغبن والتهميش وأكسب التطرف السني شعبية إضافية. الأمريكيون رحلوا عام 2011 من دون إنجاز عملهم وتركوا العراق لمصيره الذي يتآكله التطرف، قبل أن تعود واشنطن لدرس خيارات للتدخل العسكري من قبيل شن ضربات جوية. فهل تحل هذه المساعي المشكلة أم أنها ستكون مثل المبادرة الأمريكية الأولى وستنتهي بمزيد من التسيب الأمني وتنامي التطرف؟